طبعا الحال نحن في الاتحاد الوطني للشؤون المغرب نعتبر خطاب صاحب الجلاله اليوم بمثابه خارطه الطريق اساسيه بالنسبه للحكومه وكذا حتى بالنسبه للبرلمان بغرفته. لماذا؟ لان جد مواضيع اساسيه، لعل الموضوع الاول هو مساله الماء. صحيح اشكاليه الماء هي اشكاليه كونيه عالميه، لكن اعتقد هذا الامر بالنسبه الينا في المغرب الحكومه مطالبه بتحيين الاستراتيجيه الوطنيه للماء وبالبدء بالتنزيل اهم البنود ديالها. علاش؟ صحيح يمكن تجي امطار، ولكن مع ذلك العمل ديال الحكومه خصو يبان على ارض الواقع، بالاضافه الى تحليه مياه ديال البحر. هذه نقطه اساسيه واللي ممكن انها يعني كيف نقولوا تعتقل الارض. المساله الثانيه هو الاستثمار. صحيح في علم الجميع على ان الميثاق الجديد للاستثمار هو لدى الغرفة الأولى، في انتظار ما يجي عندنا الغرفة الثانية بحول الله. نتمنى على أن هذا المولود يعني يخرج على أساس يعني تيسير الاستثمار سواء لأبناء المغاربة أو للناس اللي في الخارج أو حتى الجالية المغربية اللي بالخارج، ويتوضع حد لمسألة العراقيل اللي كتوقع لدى المستثمرين حتى باش الناس ما يهربوناش بالاستثمارات على برا. الأمر الثاني هو أن الاستثمار محتاج كذلك لتوفير يد العاملة لأبناء المغاربة ولتوسيع مسألة التطور بصفة عامة البلد ديالنا المغرب. نتمنى على أن يعني البرلمان بصفة عامة يكون في مستوى اللحظة على أساس يعني تجويد مجموعة ديال القوانين ومجموعة من الأمور اللي عندها ارتباط بالموضوعين. أولا يجب أن نقر حقا نحن سعداء اليوم لأن الحضور الملكي اليوم من بعد سنتين من الغياب أعطى إلى المؤسسة التشريعية وهجها التي كانت تفتقده هذه السنتين. بالتالي الخطاب ديال اليوم هو خطاب اللي هو مؤطر واللي كيعطينا ورقه الطريق بالنسبه للسنه، ورقه الطريق السياسيه والتشريعيه والرقابيه والتقييميه بالنسبه للبرلمان. اليوم عندنا جوج سياسات مهمين، هي سياسه الماء اولا اللي كتعرف حقا تدهور كبير بالنسبه للمغرب واللي عندها تاثير كبير على الساكنه، واللي كنحتاجوا لواحد المخطط وطني وكنحتاجوا لسياسه هيكليه، لان العجز عندنا في الماء هو عجز هيكلي وكان يجب ان نتطرق لزاما في الماضي الى هذه الاشكاليه، امكانيه ان نوصلوا اليوم لهذا القصور في الماء. اذا اليوم بالطبع ان السدود ما بقاوش لوحدهم قادرين على حل هذه الاشكاليه الماء، فيجب تحلية المياه، يجب ترشيد وعقلنة استعمال المياه، يجب ثقافة جديدة في التعامل مع الماء. فيما يخص الاستثمار، هناك تحفيز القطاع الخاص عبر وضع سياسات عمومية هادفة من أجل إعادة النظر في هذه السياسات العمومية، خصوصا فيما يخص المواكبة ديال المستثمرين، فيما يخص مناخ الأعمال، فيما يخص العقار، فيما يخص الطاقة، فيما يخص مواكبة الشباب، مواكبة الشركات المقاولات الناشئة، المقاولات المتوسطة، القطاع البنكي الخاص يجب أن يواكب يعني الفعل الاستثماري، لأن الفعل الاستثماري هو جبان، يعني يجب أن تكون جميع المقومات لمردودية الاستثمار تكون حاضرة، وبالتالي فيجب إعمال هذه السياسات العمومية من أجل إعمال انعطاف جذري فيما يخص استثمارات، حتى تكون الاستثمارات الخاصة تقريبا 70% أو 80% كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول المتقدمة. واليوم عندنا العكس، عندنا 30% أو 33% إلى 70%. بتبصر وحكمة وبراغماتية أيضا أعطى التوجيهات ديالو السامية للحكومة وللمؤسسات التشريعية التمثيلية الوطنية بأنها تركز المجهود ديالها في موضوعين أساسيين، هما أولا موضوع الماء والموضوع الاستثمار. الموضوع الماء تتعرفوا فيه الندرة وضرورة تدبير المعقلان ديال هذا المورد الحيوي اللي على ضوء هذا الجفاف اللي أصبح بنيوي في المغرب، وثانيا موضوع الاستثمار، لا سيما ان المؤسسه التشريعيه اليوم بتوجيهات من جلاله الملك تتمرر واحد القانون الاطار بمثابه مثل الاستثمار للنهوض بالقطاع الاستثمار لتوفير فرص الشغل للمغاربه. اليوم الخطاب ديال جلاله الملك في الافتتاح ديال الدوره البرلمانيه تناول موضوعين مهمين ولكن ايضا حارقين بالنسبه للبلد.
الموضوع ديال الماء الجميع يعرف اننا مرينا بفتره جفاف طويله، ولكن ايضا اللي عاد ترتيب الاسئله بالنسبه للمواطن المغربي بجميع في حيثما كان سواء مسؤول او مواطن عادي، بان اعطتنا الحقيقه اللي تاكد عليها جلاله الملك هو ان موضوع الجفاف اليوم هو موضوع بنيوي وسيبقى معنا. امام هذه الحقيقه شنو البدائل؟ الخطاب ديال جلاله الملك يركز على ثلاثه الاتجاهات اللي المفروض ان البلاد ديالنا تمشي بها والمتدخلين كلهم يلتقطوها. اولا البدائل الممكنه امام غياب الامطار، امام ندره الامطار، امام الفرشه اللي كتنضب. اولا التوجه نحو البحر، لان من شان هذا يعطينا اسئله يعني والاستثمار الكبير في هذا الاتجاه. عندنا تجربه ولكن المفروض التوسيع والتوسع فيها اكثر. المساله الثانيه هو اعاده استعمال المياه، كثير من المياه اللي كتضيع اليوم، المياه العذبه ما يمكن استعمالها في سقي كثير من الاشياء، ثم انها بما يعود الفضل ان هذه الثروه ما تضيعش. ثم المساله الثالثه هو الطاقه الخضراء، ولكن معها ايضا الترشيد، لان الكثير من الماء كيضيع عندنا في البلاد لان ما كاينش حكمه وما كاينش ترشيد. الموضوع الثاني والمرتبط بالاستثمار هو ايضا موضوع حرق بالنتيجه ديال ان مرينا بثلاث سنوات خرجنا من الموضوع ديال كوفيد، ثم من بعد كاينه الازمه ديال الحرب اللي كتطرح واحد الضغط كبير على الاقتصاد ديالنا. وشنو البدائل اللي ممكن ايضا؟ هو الاستثمار، وكما جاء في القانون ديال الاطار ديال الاستثمار باننا السعي ديال البلاد ديالنا انها توصل ل نقلبوا الميزان، يعني الاستثمار الخاص يولي 70% ونبقاو في 30% ديال الاستثمار العمومي بالعكس ما هو حاصل الان. هاد الحقه ما يمكنش تكون الا بواحد العدد المجهود جبار اللي ممكن يديروا البلاد ديالنا، دوله، حكومه، مؤسسات جدا. ولكن قانون الاستثمار اليوم سيتم المصادقه عليه، ولكن يجب التسريع باخراج المراسيم القانون الموازيه له، واللي تجاوب على مره اخرى ثلاثه الاشياء اللي طرحها جلاله الملك في الخطاب. واحد هو ان تبسيط المساطير وتسهيلها. جوج الدعم للمستثمرين والمقاولات باش انها دير ضرب بخصوص المقاولات الصغرى ولا المتوسطه. ثم نمشيو للا تمركز ونعطيو القوه للمراكز الجهويه للاستثمار. خطاب يا صاحب الجلاله كما هي العاده دائما كيكون يعني فيه رؤيه ثاقبه يعني وفيها يعني توصيات مهمه جدا. اليوم نقل ركز صاحب الجلاله نصره الله على جوج ديال النقط، طبعا ديال الماء، لان الماء رغم على ان الحمد لله المغرب كانت عنده واحد الرؤيه لا في مع العهد المغفور لها الحسن الثاني، ولا في كذلك اللي في العهد يعني صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله، يعني بناء السدود مشينا كثير ومازال يعني السدود اللي كتبنا من جديد. ولكن نبه كذلك الاستعمالات، خاصها تكون واحد الاستعمالات يعني الاستعمالات الناس يعرفوا القيمه ديال الماء والنظره ديال الماء. وحنا ان شاء الله كنشوفوا ان المغرب يعني سباق في هذا الميدان هذا، خصوصا تحليه الماء، لان تحليه الماء هذا هو الحل المستقبل. تحليه الماء كتطلب طاقه، هالطاقه يعني غير ما كتجي من المسائل الاحفوريه مثلا كالغازوال والغاز ولا من الشمس ولا من الريح. ولكن حنا كنتمناو ان شاء الله في المستقبل كذلك طاقات اخرى كمثلا الطاقه النوويه، يعني اللي هي تستعمل في استخراج الكهرباء وكذلك تحليه المياه. فالمغرب طبعا الا كانت عندنا هذه الامكانيات هذه كلها غادي يكون نضمنوا الامن المائي لا للشرب ولا للري، وكذلك الامن الغذائي واللي هو صاحب جلاله نصره الله كذلك شار لهم قبل في خطاباته من قبل، هي الامن الغذائي والامن الطاقي والامن الصحي. هادو يعني ركائز يعني التنميه المستدامه والاستقرار. والحمد لله يعني احنا المغرب يعني ماشيين كاملين وكنا مسؤولين على خصنا نشجعوا وخصنا نمشيو في هذا التوصيات الملكيه نتبعوها. وان شاء الله يعني عندنا امكانيات في المغرب اللي لا عملنا وغادي نعملوا عليها ان شاء الله تتنزيل ديالها يعني الصعيد الحكومي، وغادي يكون ان شاء الله غير الخير في المستقبل.